رغلة. لو سمحت ما بحبش كده ولا كده ارجوك لو سمحت. انا كنت عايز اسالك بس، انت مثلتي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره امثل. حد قال لك قبل كده انك شبه منى شلبي؟ لا بيقولوا لي اني شبه مدحت شلبي. احنا جايين نهزر بقى ولا ايه؟ امال جايين نعمل ايه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضه ايه؟ انا بلعب رياضه الزانه، تسمع عنها؟ اللي اسمع عنها اكيد هي اللي مخليه جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على قد ادبك يا سافل. انا عايز اصور. سفاله وقله ادب. انتوا بقى يا جماعه هنبدا، اتفضلوا. بص يا رغده، انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم، بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في ايه يا حبيبتي؟ انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتماه، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي؟ اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات، هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات؟ اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا ومنتهى الانكسار وتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نوقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت، بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا نجيب بقى اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شفت واحد تحرش اول مره؟ اكشن. ستوب ستوب. مين قال ستوب؟ ستوب. ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحقنا يا استاذ ادهم. الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه في اوضه النوم مش في اتوبيس. ادهم. ايوه. مجنن ازرق، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر بس. حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس. خلاص يلا يا ريس. عايز اصور يا جماعه. يلا. بقول لك ايه؟ بقول لك يا جريشه، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شفت واحد تحرش تاني مرة؟ أكشن. إسعاف. بتعمل إيه يا ابن الكلب؟ أنت فاهم التحرش؟ إيه يا ولاد؟ أنتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حجم الرجال دي مال عينه كل إيه؟ هما فين الرجال دي يا أخويا؟ أنت عايز علامات بوجهك؟ أنت اللي عايز علامات مش علامات.